أبو أحمد تفضل. نعم تفضل أخي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمره مقبولة والحمد لله على سلامتك سيدنا. الله يبارك فيك، أشكرك شكر جزيل، بارك الله بكم سيدنا. عندي زوجة ابني، نعم، عندها اخوان ثلاثة من غيرهم بني، يصير الحجاب يعني قدامهم بدون حجاب لو إلا حجاب، اخوانها من غير ابيها؟ نعم. يعني اخوانها من امها؟ نعم. يعني امهم واحده، ابوهم يختلف؟ نعم. اي بلي، وهذا سؤالك يا سؤال الثاني. ثاني تفضل. سيدنا في دور رحلة انا هذا الطفل قلت لك عليه عمره 12 سنة وعلاجه خارج العراق ونخيت الله وبيكم لان جرب في المراجع في العمارة المعتمد بالعمارة يقول له ما فيك تزكية على مود علاجه. عفوا. انا رحت الوزاره ما سوت لي شيء، يعني يقول لي الوزاره مود كتاب يتاخر 3-7 اشهر والعلاج خلص مال الطفل صار له تقريبا 20 يوم والله سيدي. شنو مشكله الولد؟ شنو مشكلته؟ مشكلته تشنج عضلي وشلل دماغ. بني. ان شاء الله. وانا اطلب من الله مساعدتهم شهرين ثلاثه بس تمشون حالي. على اي حال واقع الحال اكو العتبه العلوي الحسينية عندها مستشفيات جيده والعتبات المختلفة أيضا عندهم خدمات طبية يمكن واحد يراجعهم والأخوة ما يقصرون، ولكن الوزارة ما أدري الواقع عن شنو قوانينها شنو قضايا تعاليمها. إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى ييسر أمرك، وإذا أمكن تراجع مكتب الشيخ عبد المهدي كربلاء الله يحفظه ما يردون إن شاء الله تعالى ويساعدوك في هذا المجال. نعم. أما ما يرتبط بسؤالك الأول، سؤالك الأول أنه زوجة ابني عندها إخوة من قسمين، أخوة من أمها وأبوها وأخوة من أبيها فقط، يعني أمها أم جنة الأخ أبو أحمد جنة زوجة بنت ابنه عندها والدتها عندها زوجين، زوج عندها أولاد من عنده وتوفى ما أدري طلق أي شيء، وزوج آخر اللي هو أبوها. فهل يجوز لهذه البنت أن تكشف نفسها أمام إخوتها من أبيها؟ الجواب نعم، هم أخوتها من أمها، أخوتها من أمها، الأخوة من الأم أخوة، فلا إشكال في ذلك أصلا، أخوتها ولكن من أمهم مو من أبيها، لا إشكال. لاتصال الأخت أم أحمد من بغداد. أم أحمد من بغداد تسمعين يا أم أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أم أحمد. سيد أنا زوجي موظف عندي الدولة. نعم. تمام. بنفس الوظيفة دائرتهم. نعم. قانون عندهم ما يشرح له يقدم على قطعة أرض إلا كان 5 سنوات. نعم. زوجي صار له 4 سنوات ونصف، من متعين عندي الدولة. نعم. زوجي أنا بحكم علاقاته يعني صار في العبارة عن تليفون واحد يقدر يوسط التليفون يقدم على أرض قدمونا تطلع على قطعة الأرض. نعم. الإشكال وين صار؟ قلنا هذا أنا وزوجي قلنا هذا مو حقنا الشرعي، هذا ما يجوز حتى لو إحنا عندنا واسطة أو حتى لو عندنا علاقات، فهذا أكو غيرك أحق، مثلا أكو واحد عنده 5 سنوات أو 10 سنوات يتوظفين هم ما طالع اسمهم بالقطعة الأراضي، فإحنا هذا إشكالنا. يمكن كمل 5 سنوات ونقدم القطعة مثلا، بس إذا وقفها هذا اعتبار تعدى عن حق الغير. طيب. فأيضا استفسر بهاي 4 سنوات ونصف هو متعين. فهو عادي يعني تليفون واحد يقدر يعني يطلع قطعة واضح يا شكرا لاتصالكم أم أحمد من بغداد. إن شاء الله سؤالكم واضح سماح السيد، يجاوبكم على السؤال. سماح السيد بالنسبة للأخت أم أحمد من بغداد كان سؤالها فيما يتعلق بزوجها اللي ما مستحق بعد قطعة الأرض لأنه صار له 4 سنوات ونص والاستحقاق يبدأ من 5 سنوات، فتقول باتصال بتليفون نقدر احنا ناخذ قطعة الأرض، حلال يصير لو ما يصير؟ على أي حال يعني القوانين والأنظمة المعمول بها طبيعة الحال مخالفتها والتزوير عليها أو شيء من هذا القبيل سمح سيد لا يجوز ذلك، لا يجوز التحايل والقفز على القوانين المعمول بها، مو كل القوانين، قوانين معمول بها، قوانين اللي هي
نافذة. الحال نافذة. نعم. ففي إشكال أختي الكريمة إذا كان هناك نوع من التزوير في المعلومات، طبيعة الحال ما راح يكتب 4.5 لأن ما راح يطول قطعة، إذا حيكتب 5 يعني هو كذاب وهذا لا يصح. واضح إن شاء الله. أنتقل الآن لمجموعة من الأسئلة والوقت يداهمنا. بالتطبيق التليجرام إحدى الأخوات يعني جذبت نظري بهذا السؤال أو بهذه الملاحظة، تقول الخيانة سيدنا، هيجي تذكر يعني سؤالها، الخيانة سيدنا، الخيانة لطفا جنابكم أعرف أنه الأسرة نواة المجتمع والأب عمود الأسرة، وإذا الأب تاه الأسرة تاهت. زين، أرجو أنه تخصصون وقت كافي لهذا الموضوع وأنه تنشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا متكلم في هذا المجال كثير فعلا. يعني صافا أكثر من يعني شقول عشرات المرات أنا مذكر أنه رب الأسرة إذا كان فاسدا فلا ينتظر من الأسرة أن تكون صالحة. وأكو مثلا يقول إن كان رب البيت بالدف ضاربا أو كذا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. نعم. ففي واقع الحال الشكل إن أطفال يشوفون آبائهم، الأطفال أيها الأحبة، الأطفال يشوفون آبائهم أنبياء. نعم. يشوفون آبائهم أمهم وأبوهم أنبياء وهو طفل، لأن كل اللي يتلقاه من والده ووالدته على أساس هذا هو الصح. فإذا يشوف والدته تكذب، والدته تخبث، أبوه يعمل كذا يكذب، فهو يتلقاها بشكل عفوي على أن هذا هو الصح. وهذه مسؤولية عظيمة جداً أن الآباء والأمهات يكونوا على حيطة وحذر في أفعالهم، في تصرفاتهم، في كل ما يرتبط بهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا على أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أحسنتم. بآخر دقيقتين بحلقتنا لهذا اليوم الأخوان بالكنترول ينوهون بأنه آخر دقيقتين، الأخت شيماء عندها سؤال تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا، احنا مقيمين خارج العراق بالإمارات، وبالنسبة لنا احنا مقلدين السيد السيستاني الله يحفظه، احنا نصوم ونعيد ويا مكتب السيد، أصدقائنا خبرونا بأنه ما يصير، لازم ويا الدولة اللي احنا مقيمين بها، يعني إذا العيد بالإمارات جمعة ومكتب سماحة السيد ما أعلن لازم يعني تقول احنا نبقى ويا سماحة السيد، فشنو الصحيح؟ الصحيح هو اتباع الحاكم الشرع، اتباع الحاكم الشرع وليس اتباع الحكومات، لأن الحكومات عندها على حال طريقة وعندها مذاهب وعندها وسائل، فالحاكم الشرعي اللي أنا أطمئن إليه وهو المقلد المرجع إذا حكم بأنه الهلال ثبت خلص فيطمئنان عندنا، فليس صحيحا اتباع الحكومات لأن الحكومات لها مذاهب ومسارب وأمور أخرى. يعني إجراءهم صحيح. بلي شكرا. متابعتهم لمكتب سماحة السيد. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد رشيد الحسيني على كل ما قدمته.